خطت مملكة البحرين خطوات حثيثة ومدروسة نحو توفير منظومة حماية اجتماعية متكاملة كفلتها وأقرتها للمواطنين البحرينيين وعلى الأخص من الفئات الأكثر احتياجا لتضمن لهم حياة كريمة، وذلك منذ العام 1972 حينما تم إقرار مساعدة الضمان الاجتماعي لهذه الفئات، تلتها مساعدات أخرى من علاوات وبدلات ودعم مادي مباشر وغير مباشر، واستمرت حتى اليوم حيث يتم تطويرها وتحديثها وفقا للمستجدات الاقتصادية. تجسيدا لروح التكافل الاجتماعي التي يتحلى بها المجتمع البحريني، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان أن إقرار المساعدات الاجتماعية والدعم المالي للمواطنين من مختلف الفئات المحتاجة التي وفرتها مملكة البحرين جاء من منطلق إيمان صادق لدى القيادة بأهمية ضمان المستوى المعيشي اللائق للمواطنين، وأن الإيمان الصادق والمتوارث جيلياً خلال المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لاقت كل الدعم والمساندة والمتابعة الحثيثة في التنفيذ من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله. وشدد حميدان على أن الوزارة اهتمت بنشر الوعي بما يستحقه المواطن من أوجه دعم مختلفة، وذلك عبر محاضرات مختلفة في مراكز التنمية الاجتماعية أو من خلال دعوة الجمعيات الأهلية لتعريف المواطنين بالخدمات المختلفة التي تقدمها مملكة البحرين لهم. وفي سياق توفير منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة للمواطنين، أكد حميدان أن الوزارة قامت بتوفير كافة الأوجه من أوجه دعم مختلفة كفلتها الحكومة له، ومن أهمها معونة الضمان الاجتماعي وعلاوة الدعم المالي وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وعلاوة بدل السكن والتعويض النقدي بدل رفع الدعم عن اللحوم ومخصص الإعاقة ومكرمة شهر رمضان، إلى جانب تخفيض فاتورة الكهرباء والماء شهريا للأسر والأفراد المستحقين، بالإضافة إلى إعانة بدل التعطل والتدريب المهني المجاني. وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين قدمت كافة أوجه الدعم بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال 15 برنامجا خدميا في القطاعات كافة، بما فيها التأمين الاجتماعي والإسكان والمشتقات النفطية ورعاية كبار المواطنين. ولمكافحة البطالة وضمان قدرة سوق العمل على توليد فرص العمل، أشار حميدان إلى أن مملكة البحرين قدمت كافة التسهيلات والدعم المالي والتحفيز الملائم للشباب للتوجه نحو إنشاء مشاريعهم الخاصة والتحول إلى ريادة الأعمال، والتي أثبتت جدواها للقضاء على البطالة، بالإضافة إلى تقديم حزم المساعدة الاجتماعية التي كفلت تكاليف الحياة والعيش بما يليق به للانتقال بالمواطن من دائرة الحماية والاحتياج إلى دائرة الإنتاج. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.